سيدة تقول يعني طلق زوجي طلقني شفويا، وبعد هذا يعني قدم إلى الطلاق الرسمي المدني في المحاكم الأمريكية، هل تقديمه للطلاق يعتبر طلاقا؟ وبمجرد أن قدم الأوراق يكون قد أوقع طلقة ثانية؟ ما الوضع الشرعي، ما التكييف الشرعي للتقديم للطلاق أمام القضاء المدني الأمريكي؟ الجواب عن هذا، إذا وقع الزوج على وثائق الطلاق قاصدا بذلك إنهاء عقدة النكاح في الحال، كان هذا طلاقا شرعيا منجزا. وإن علقه على صدور القرار المدني بالتطليق اعتبر نافذا من ذلك التاريخ. وإذا لم يقصد به إلا حل العقدة المدنية للنكاح والإبقاء على العقدة الشرعية لم يعتبر طلاقا شرعيا. وإن تضررت الزوجة بإمساك زوجها لها ضرارا، لجأت إلى المراكز الإسلامية بالوثيقة المدنية للنظر في التفريق بينها وبين زوجها خلعا أو تطليقا للضرر بحسب الأحوال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بيوتنا السكينة والطمأنينة، وأن يقذف المودة بين أفرادها والهدى في قلوبهم.